قمة القدس، هكذا سمى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القمة العربية سلام. 29، تلبية لطلب فلسطيني وتعبيرا عن دعم وتأييد السعودية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. تسمية القمة العربية الأخيرة بقمة القدس هو إنجاز يحسب للمملكة العربية السعودية، وثانيا حجم التبرعات التي وعدت بها المملكة العربية السعودية والتي تقدر بحوالي 200 مليون دولار للشعب الفلسطيني هي مساعدات كبيرة تدل على كرم وسخاء المملكة العربية السعودية واهتمامها بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى على مستوى العالم العربي. هذا الموقف هو استمرار المواقف السعودية الدعم للشعب الفلسطيني ولنضاله، وهو دعم وهو موقف معهود عن السعودية وملوكها وأهلها. قرارات القمة المنعقدة بالظهران الداعمة للحق الفلسطيني لاقت ترحيبا وثناء فلسطينيا بدعم الأوقاف الإسلامية في القدس ب150 مليون دولار، ودعم طارئ لوكالة الأونروا ب50 مليون دولار التي تعاني من عجز مالي منذ فترة طويلة. هذا التبرع جاء في وقت حاسم، الأونروا تعاني من عجز مالي كبير يقدر ب 346 مليون دولار بعد قرار الإدارة الأمريكية بوقف حوالي 300 مليون دولار من المساعدات. من شأن هذا المبلغ أن يساعدنا أكثر في الشهور القادمة، نأمل أن نتجاوز هذه الأزمة بمثل هذه التبرعات الضخمة والكبيرة التي عودتنا عليها المملكة العربية السعودية. فليس غريبا على المملكة العربية السعودية مواقفها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، فالتاريخ يشهد على أن المملكة لم تتوانى في اتخاذ مواقف مهمة من شأنها تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه. قمة القدس جاءت مؤكدة على مركزية القضية الفلسطينية وشاهدة على دعم الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لتجدد التأكيد أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا. أحمد حرب، تلفزيون المملكة العربية السعودية، قطاع غزة.